وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف السفير حمد العمر الباحث في الشؤون الإقليمية ومجلس التعاون. مساء الخير سعادة السفير، بداية حدثنا عن مكانة سمو رئيس الوزراء في تعزيز العلاقات الخليجية والعربية وأيضا الدولية. أهلا وسهلا، ولكن أولا أود أن أقول أهلا وسهلا بوالد الجميع، والحمد لله على السلامة في هذا اليوم، فهذا يوم الفرح في البحرين وشعبها الأصيل. عندما نتكلم عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، فعلينا حقيقة أن نتوقف لحظة، فهو رجل غير عادي، رجل كان له دور مهم ومحوري في نهضة البحرين الحديثة، رجل أدار عدة أزمات منذ بدايات الاستقلال وبعده، حيث لم تكن الأمور بالسهولة التي قد يتصورها البعض، وسط محيط من المخاطر والتهديدات الإقليمية والدولية والأطماع التي كانت ولم تزل تعمل على تهديد أمن واستقرار البحرين. فهناك الاستقلال وبداياته، المفاوضات الشاقة التي أجراها سموه في العواصم الأوروبية، الرحلات التي قام بها سموه لتأكيد استقلال البحرين وسيادتها الوطنية والتي توليت بعضوية البحرين في الأمم المتحدة. وبما أن الأطماع مستمرة، إلا أن سموه ظل في قلب الحدث يعمل ليل نهار من أجل البحرين وتأمين استقرارها، فكان مكان من بعض الدول أبان الأحداث المؤسفة عام 2011 عندما أرادت استغلال أهل النيل من البحرين، أو من بعض الدول الإقليمية التي تملك القوة في المنطقة والتي كانت تعمل على دائما على زعزعة أمن البحرين واستقرارها، سواء من منطلقات حزبية أو من منطلقات دينية طائفية بعيدة عن أهل البحرين وتلاحمهم الوطني أمام الأزمات. وقفات سموه وسياسته الحكيمة ودبلوماسيته المتمكنة من جمع خيوط الأزمة التي اكتسبها عبر قنوات طويلة عبر فترة طويلة من العمل، أفسدت كل المحاولات وأمنت لشعب البحرين ومواطني الأمن والاستقرار والتطور والتقدم في كافة المجالات. في سياق آخر، اكتسب سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بفضل رؤيته وسعيه الدؤوب في تعزيز علاقات البحرين الخارجية مع الدول العربية أو مع الدول الإسلامية الكثير من تغييرات وإعجاب المجتمع، كما كان له دور كبير في تقدير المجتمع الدولي له ولجهوده في نشر السلام وتعزيز جهود التنمية المستدامة. وحقيقة يعني يعكس ذلك الجوائز المهمة التي توجت هذه التحركات التي قام بها سموه، فهناك ما يسمى بجائزة التنمية الحضرية والإسكان في عام 2006 من برنامج الأمم المتحدة، ميدالية ابن سينا الذهبية من منظمة اليونسكو في 2009، جائزة السلام للاتحاد الدولي للسلام. فمواقف صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان شاهد على التاريخ الزاخر بالعديد من المواقف المشرفة التي يسجلها بأحرف من نور، وهي مواقف اتسمت بالدبلوماسية والحكمة والشجاعة والإيمان بأهمية دور البحرين خليجيا وعربيا وإقليميا، ومواقف تعزز من حماية حاضر ومستقبل البحرين وشعبها الأصيل، وبناء علاقات بالدول الأخرى على احترام مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعلى القيم التي أكدها سموه دائما والتي تدعم روح التسامح والتعايش والحوار الفناء. هذا يعني إنسان حقيقة هناك الكثير عندما نتكلم عن سموه، فيعني صاحب السمو كان يعني له دور كبير جدا في توجيه السياسة الخارجية في مملكة البحرين. نعم. وعمل كثيرا على يعني تنويع أطر العلاقات مع الدول الخليجية، وعزز من هذا التلاحم والقوة في المؤتمرات التي حضرها سموه، كما كان له تحركات على المستوى العربي. ولذلك فإن الجامعة العربية بسبب رؤية سموه الحكيمة وجهوده في تعزيز العمل المشترك، يعني منحته ما يسمى بدرع الريادة في العمل التنموي
في احتفالية كبرى في عام 2017 في مقر الجامعة. نعم. وهو يعتبر أول قائد عربي ينال هذا التكريم، ويعد هذا التكريم دور يعني مثل ما يقولون دور رائد وجهود قيادية يعني ملموسة و يعني مهمة لدعم العمل العربي. نعم بالتأكيد. نعم السفير حمد العامر الباحث في الشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، شكرا لك.